بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله تعالى. النهاردة احنا هنعمل فيديو جديد عن كومبوت التفاح للأطفال اللي ما بتحبش تاكل الفاكهة، فهنعملها لهم بطريقة جميلة تخليهم ياكلوا الفاكهة على طول. ده معايا حوالي من كيلو تفاح انا هقشره، وطبعا هشيل البذر اللي في قلبه، وليمونة لان انتوا عارفين التفاح لو فضل شوية بيسود، ومعايا كوباية سكر، وده حسب الرغبة طبعا. لو انتي عايزة تقللي السكر عادي، عايزة تزودي براحتك. هنقشر التفاح ده ونوريكم هيبقى ازاي. قشرنا التفاح كده وقطعته بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. نروح بقى على النار وحلة. حط المية، لازم المية تغطي التفاح كله. السكر، وعصرة الليمون اهم حاجة عشان التفاح ما يسودش معانا. الكمبوت، زي ما انتم شايفين بالشكل ده لازم الميه تغطي التفاح. طبعا انتم عارفين ان التفاح بيطفى على الوش، تلاحظوا كده ان هو لازم يغطي الطبقه دي كلها. انا حطيته على النار وهسيبه من حوالي 10 دقايق او ربع ساعه لحد ما يستوى، وهوريكم هنعمل فيه ايه. شايفين بدا يغلي اهو، بس انا لسه عايزاه كمان شويه يستوى، هو لسه ما استواش. عايزاه اسيبه كمان 5 دقايق على النار واوري لكم لما يستوى يبقى شكله ازاي. خلاص كده هو قرب استوى، خلاص اهوت هوريكم اهو. الشكل ده اتقطع بكل سهولة. خلاص انا كده هطفي عليه واسيبه يبرد، وبعدين اعبيه في برطمانات او كوبايات. وده الشكل النهائي لكمبوت التفاح. تاكليه تحطيه كده بالطريقه دي، وفي ساعتها لو هتخزنيه هتحطيه في برطمانات وتعينيه بالشكل ده. طعمه جميل وبيقعد معاكي مده طويله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناه يا حبايب قلبي، وفعلوا الجرس يوصلك مني كل جديد، واللايك اللايك اللايك، واشوفكم على خير يا رب.